بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. سبق وتعرفتم في حصص تلفزية سابقة على مكون المؤلفات في دورته الأولى، مؤلف ظاهرة الشعر الحديد للكاتب والناقد المغربي أحمد المداوي المجاطي، وتعرفتم على أهم فصوله والقضايا التي عالجها هذا الناقد في هذا المؤلف، واشتغلنا على نماذج امتحانات في مكون النصوص. الآن حصة اليوم هي حصة موجهة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. هذه الحصة سوف نشتغل على نموذج امتحان وطني في مكون المؤلفات، وسنتعرف أو سنتذكر على أهم الخطوات المنهجية التي يجب أن يتبعها التلميذ من مقدمة وعرض وخاتمة، وكيف يتعامل مع المقاطع التي تكون قيد الاختبار. لنبدأ الآن. دائما نحن في مرحلة المراجعة والدعم، ونموذج الامتحان الوطني سيكون في مكون المؤلفات الخاص بالدورة الأولى، وهي ظاهرة الشعر الحديث. مكون المؤلفات نشتغل عليه فيما يخص 6 نقاط، ودائما أو غالبا ما يكون بداية يجب أن نتعامل مع مقطع من المؤلف، ثم نقرأ بتمعن الأسئلة المرتبطة به لكي نشغل عليها منهجيا. المقطع المأخوذ هنا ورد في مؤلف ظاهرة الشعر الحديث لأحمد المعداوي المجاطي ما يأتي: إن ثمة ارتباطا وثيقا بين معاني الضياع والغربة، وبين معاني التجدد واليقظة والبعث. إن الحدة التي عانى منها الشاعر الحديث في تجربة الغربة والضياع تكشف عن وظيفة هذه التجربة في تعرية جوانب الظلمة والجفاف والموت في النفس العربية والواقع العربي. هذا المقطع مأخوذ من مؤلف ظاهرة الشعر الحديث، ويكون دائما المقطع مرفق بالتوثيق. إذا انتقلنا الآن إلى الأسئلة التي ترتبط بهذا المقطع، اقرأوا بتمعن معي. انطلق من هذه القولة ومن خلال قراءتك المؤلف النقدي. إذا عزيزي التلميذ، نفترض أنك قرأت المؤلف بأكمله، بفصوله بأكملها، ثم أنجز فيه ما يأتي. السؤال الأول: ربط القولة بسياقها داخل المؤلف، توضيح العلاقة بين معاني الغربة والضياع ومعاني التجدد والبعث، تحديد المنهج النقدي الذي اعتمده المجاطي في هذا المؤلف، وأخيرا صياغة خلاصة تركيبية تبرز فيها قيمة المؤلف. قبل أن نشتغل على هذا المقطع منهجيا، لا بأس أعزائي التلاميذ أن نتذكر معا أهم الخطوات المنهجية التي يجب عليكم أن تحترموها لكي تحصلوا على 6 نقاط. التذكير بالخطوات المنهجية للتحليل. المقدمة دائما نشتغل فيها على نقطة واحدة. نبدأ بتحديد السياق العام للمؤلف. ما معنى تحديد السياق العام للمؤلف؟ هي المقدمة. يجب أن نتحدث في سطر أو سطرين عن قيمة المؤلف ضمن الساحة النقدية العربية، ونحن نعلم أن ظاهرة الشعر الحديث من أحد الكتب المهمة النقدية التي تعتبر مرجعاً لكل دارس يريد أن يتخصص في مسيرة الشعر العربي الحديث. ثم نتحدث عن المؤلف كخطوة أولى. تحدثنا عن المؤلف ظاهرة الشعر الحديث، ننتقل إلى الخطوة الثانية في المقدمة وهي أحمد المعداوي المجاطي. لا بأس أن نستغل السطر نتحدث فيه عن قيمة هذا المؤلف الذي يجمع بين كونه شاعر يكتب الشعر الحديث وكونه ناقد ألف مجموعة من الكتب النقدية حول هذا الإنتاج الأدبي.
الأدبي، ثم ثالثا تنتقل إلى القضية الجوهرية للمؤلف، وفيها تتبع المسار الذي قطعه الشعر العربي الحديث عبر تجاربه الشعرية المختلفة. ونتذكر أعزائي التلاميذ أن هذا المؤلف استطاع فيه أحمد المعداوي المجراطي أن يقدم لمحة عن المسيرة التي قطع الشعر منذ التيار الإحيائي، أي مرحلة الإحياء النموذج، ثم انتقالا إلى مرحلة سؤال الذات، وهو الشعر الذاتي بمدارسه الثلاث، سواء مدرسة الديوان أو الرابطة القلمية أو مدرسة أبولو، ثم وصولا إلى الشعر المعاصر بتجربتيه، تجربة الغربة والضياع وتجربة الأمل واليأس. ثم نطرح الإشكال. ما معنى الإشكال؟ هو أمر سهل. الأسئلة التي طرحت في المقطع قيد الامتحان نعيد صياغتها في الإشكال المقدمة. إذا انتبهوا، لابد أن تنتهي المقدمة بإشكال، وقد كتبنا بين قوسين الأسئلة المقدمة مع المقطع. لابد، أعيد التذكير، أن تنتهي المقدمة بطرح إشكال ويكون عبارة عن الأسئلة التي طرحت مع المقطع. إذا انتقلنا ثانيا إلى العرض، وهي المرحلة الأكثر أهمية في التحليل المنهجي للمؤلفات، ويختص بأربع نقاط: تحديد موقع المقطع ضمن السياق العام للمؤلف. مسألة عادية جدا، كونك كتلميذ قرأت المؤلف بأكمله يجب أن تتعرف على موقع المقطع ضمن السياق العام للمؤلف. هل المقطع ورد في الفصل الأول أم الفصل الثاني أم الفصل الثالث أم الفصل الرابع؟ أي يجب أن تبرهن على أنك تعرفت على المؤلف بجميع فصوله. والإشارة إلى القضية الجوهرية التي وردت فيه. هذه المرحلة تحصل فيها عزيزي التلميذ على نقطة وفق الإطار المنهجي لامتحانات ثانية بكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة المطروحة مع المقطع. السؤال الأول يختص بنقطة يرتبط بالقضية الجوهرية الواردة في المقطع، أي يجب أن تقرأ المقطع ولا بأس أن تذكرنا بالقضية الأساسية التي وردت فيه. السؤال الثاني نقطتين يرتبط بالمنهج المعتمد في المؤلف. وغالبا ما هذا السؤال ما يطرح في جميع الامتحانات التي ترتبط بمؤلف ظاهرة الشعر الحديث. أي يجب على التلميذ أن يذكر وأن يتعرف على المنهج الذي اعتمده أحمد المعداوي في كتابته لهذا المؤلف أو لهذه الدراسة النقدية. وهو منهج تكاملي يجمع، ما معنى تكاملي؟ منهج نقدي شامل، أي أن أحمد المعداوي لم يختص في دراسته للشعر الحديث بمنهج واحد، مثلا المنهج الاجتماعي أو المنهج النفسي أو المنهج الموضوعاتي أو المنهج الفني، بل في دراسته نجح في أن يتوسل المناهج بأكملها. فتارة يدرس الظاهرة الشعرية من منطلق ارتباطها بالواقع وبالبيئة الاجتماعية، وتارة نجده في مقدمة مثلا الفصل الثاني قد سرد لنا أهم العوامل التاريخية والسياسية التي أدت إلى ظهور الشعر المعاصر، خاصة في تجربة الغربة والضياع في الفصل. وكذلك المنهج الموضوعاتي عندما يقول أن الشعر المعاصر في تجربة الغربة والضياع عرف مجموعة من الغربات، كالغربة في الحب، الغربة في الكلمة، الغربة في المدينة، ثم الغربة في الكون، وبالتالي فقد اعتمد على منهج موضوعاتي، أي قسمه إلى موضوعات صغرى، إلى تيمات. والمنهج الفني الموجود في الفصل الرابع حينما اعتمد المجراطي على هذا المنهج في تفكيك الخصائص الفنية للشعر الحديث، فدرس اللغة الشعرية، ثم درس الإيقاع الشعري الذي تميز به الشعر الحديث، ثم درس أيضا الصور الشعرية. بعد ذلك ننتقل إلى خطوة أخيرة من المنهجية وهي الخاتمة، تختص بنقطة واحدة. الخاتمة أولا
عزيزي التلميذ يجب أن تشير أو أن تعيد الإشارة إلى قيمة المؤلف ضمن الساحة النقدية العربية، وانتبه ألا تقع في التكرار، حاول أن تصوغ بداية خاتمة تختلف عما جئنا به في المقدمة. بعد ذلك نشير إلى قدرة الناقد الكبيرة على تناول ظاهرة الشعر الحديث بالدراسة والتحليل، وهنا تكون الخاتمة إلى حد ما مقتربة من المقدمة، لكن يجب أعزائي التلاميذ أن تميزوا بين صياغة المقدمة وصياغة الخاتمة لكي لا تقعوا في خطأ التكرار أو الأسلوب الركيك. بعد أن تذكرنا معاً الخطوات المنهجية الخاصة بتحليل المؤلفات والتي سبق أن اشتغلنا عليها أو تعرفتم عليها في حصص سابقة، ننتقل الآن إلى مرحلة الاشتغال أو مرحلة التحليل المنهجي للمقطع. المقدمة، نتذكر المقطع على ماذا يتحدث فيه الناقد؟ تحدث عن تجربة الغربة والضياع وكيف كان الشاعر العربي المعاصر يحس بنفسه وحيداً، يحس بالخيبة وبالانكسار وبالهزيمة بسبب مجموعة من الأحداث السياسية أو الأحداث التاريخية أو النتائج الاجتماعية التي فرضت عليه ومورست عليه وشكلت له ضغطاً نفسياً، وجاءت قصائده قصائداً تعكس هذا التوتر النفسي وهذه الحالة النفسية المتأزمة. كما يشير الناقد في هذا المقطع على أن الشعراء استطاعوا أن ينتقلوا من هذه الظلمة النفسية إلى مرحلة جديدة ملؤها العزيمة في التغيير والرغبة في تغيير الواقع والرقي بالشعر العربي، وربما تحويل وتيرة الانكسار ووتيرة الاستسلام إلى وتيرة الأمل ووتيرة يعني استشراف مستقبل مزهر. المقدمة، يعتبر كتاب ظاهرة الشعر الحديث من الكتب النقدية التي تتبعت مسار تطور الشعر العربي الحديث، وهذا قد تعرفنا عليه في حصص سابقة. لا أحد يمكنه أن ينكر أن هذا المؤلف للكاتب والناقد المغربي يعتبر مرجعا أساسيا في الساحة النقدية العربية، ولا بد على كل باحث يريد أن يحلل أو يتابع أو أن يدرس مسيرة الشعر العربي يجب أن يتعرف على هذا المؤلف وأن يقرأه لأنه إطار مرجعي. والبحث في العوامل التي جعلت الشاعر ينتقل من مرحلة الإحياء إلى مرحلة التحرر من التقاليد. ماذا نقصد هنا؟ نقصد أن المعداوي في هذا المؤلف وكأنه قدم لنا صورة شمولية عن المراحل التي قطع الشعر. الشعر الحديث لم يصل إلى أوج ازدهاره أو لم يصل إلى ما وصل إليه الآن في السنوات الأخيرة دون أن تكون له بداية وهي إحياء النموذج، وبالتالي تعرفنا في المؤلف على خصوصية الشعر الإحيائي ثم خصوصية الشعر الذاتي، وانتقل وفصل في خصوصية الشعر المعاصر. ويعد صاحبه أحمد النجاطي المعداوي بين عارضتين الناقد والشاعر المغربي. هي مجرد تذكير، هو لم يحلل الشعر العربي باعتباره ناقدا فقط، بل باعتباره ممارسا لهذه التجربة في الكتابة الشعرية. هو أيضا شاعر ينتمي إلى صفوف شعراء الذين كتبوا الشعر الحديث، من أهم الدارسين لمسيرة هذا الشعر. انتقلنا الآن إلى مرحلة طرح الإشكال. انتبهوا معي جيدا أعزائي التلاميذ، لا تكون المقدمة شبيهة بمقدمة تحليل النصوص. في تحليل النصوص تكون المقدمة نوعا ما تأخذ المساحة لا بأس بها من الأسطر الشعرية، لكن المقدمة في المؤلفات يجب أن تكون مقدمة مقتضبة، يجب أن لا تتجاوز 4 أسطر أو 5 أسطر أو 5 أسطر. ثم في الإشكال، سبق وأن قلنا أنه الأسئلة التي طرحت في المقطع قيد الاختبار يجب أن نعيد صياغتها مع المقدمة التي اشتغلنا عليها. فيكون السؤال الأول دائما، انتبهوا معي جيدا، فما هو السياق الذي ورد في هذا المقطع؟ هذا السؤال يكون حاضر باستمرار. يجب عليك عزيزي التلميذ أن تذكر أو أن تبرهن على أنك استطعت أن تعرف ذلك المقطع هو في أي فصل ورد في المؤلف. ثم ننتقل إلى طرح الإشكال الثاني،
وما هي العلاقة بين معاني الغربة والضياع ومعاني التجدد واليقظة؟ هو أيضا سؤال طرح مع المقطع. السؤال الثالث الذي لا يتغير، وما هو المنهج الذي اعتمد عليه الناقد في هذا المؤلف؟ انتبهوا إلي جيدا، هناك ملاحظة في السؤال الثالث، انتبهوا إلى جزئية معينة. قد يطرح عليكم سؤال منهج في عمومية المؤلف كما هو الحال عليه الآن، ما هو المنهج الذي اعتمد عليه الناقد في هذا المؤلف، وقد يكون سؤال خاص يرتبط بالمقطع فقط، كأن يطرح السؤال على الشكل التالي: وما هو المنهج الذي اعتمد عليه الناقد في هذا المقطع؟ إن كنا في السؤال المنهج الخاص، يجب أن نتعرف على المنهج النقدي الذي اعتمد عليه الناقد فقط في ذلك المقطع، وقد يكون منهجا نقديا واحدا. مثلا قد يكون المنهج الموضوعاتي، إن كنا في الفصل الرابع مثلا قد يكون المنهج الفني، أو يكون مقطع يتحدث فيه الناقد عن السياقات التاريخية المؤدية إلى ظهور الشعر المعاصر، نقول أنه منهج تاريخي. ولكن حينما يطرح السؤال في عموميته، ما هو المنهج الذي اعتمد عليه الناقد في هذا المؤلف، يجب أن تذكر جميع المناهج التي تدخل ضمن خانة المنهج التكاملي، وسبقا أشرت إليها في بداية الحصة، وهو المنهج التاريخي والاجتماعي والنفسي، ثم المنهج الموضوعاتي والفني. وبهذا تكون المقدمة على هذا الشكل. ننتقل الآن إلى مرحلة العرض. على ماذا نشغل مرحلة العرض؟ أن نجيب على هذه الأسئلة المطروحة. نفتتح العرض بتحديد موقع المقطع ضمن السياق العام للمؤلف، ونذكر عنوان الفصل، وقد نعطي إشارة إلى أهم القضية الجوهرية لذلك الفصل. ثم ننتقل إلى الإجابة عن السؤال الثاني، ويكون سؤال مباشر يرتبط بالمقطع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى في نهاية العرض إلى الإجابة عن المنهج، ويكون العرض على الشكل الآتي. انتبهوا، ورد المقطع الذي بين أيدينا في الفصل الثاني من المؤلف الحامل لعنوان تجربة الغربة والضياع. أي أعزائي التلاميذ، يجب أن تركزوا جيدا في عناوين الفصول وأن تذكروها حسب المقطع المقدم قيد الاختبار. المقطع الذي بين أيدينا ورد في الفصل الثاني، وما هو عنوان الفصل الثاني؟ تجربة الغربة والضياع. وقد سلط الناقد الضوء على الواقع العربي. كيف كان هذا الواقع العربي الذي تحدث عنه المرجاطي في هذا المؤلف، وتحدث عنه مجموعة من النقاد الذين اهتموا بمسيرة الشعر العربي؟ كان واقعا متسما بالدمار واليأس والهزيمة عقب النكبة. ما معنى النكبة أعزائي التلاميذ؟ نكبة، عندما نقول النكبة، سنة 48، احتلال فلسطين. بماذا أحس العرب؟ أحسوا بأنهم كسروا، أحسوا بأنهم بخيبة أمل، أحسوا بالصدمة لكون ذلك الصراع ممتد منذ الجذور تاريخية طويلة وعريقة جدا. وبالتالي هذه النكبة خلفت عند الإنسان العربي والمثقف العربي خاصة إحساس بالهزيمة والانكسار والاستسلام. هذه النكبة شكلت تحولا جذريا لهذا الواقع. أي الواقع العربي قبل النكبة ليس هو الواقع العربي بعد النكبة. وكيف أثرت في نفسية الإنسان العربي؟ حيث نشرح ما هي أسباب هذا الدمار النفسي. حيث تسرب الشك إلى كل شيء، وسبق أن تعرفنا على أن الشعراء في الشعر الحديث اعتمدوا بعد النكبة على مبدأ الشك، وهم كانوا متأثرين بالفلسفة، الفلسفة الغربية بمبدأ الشك. إذا أصبحوا يشكون في كل شيء، يشكون حتى في بعض الأحيان حسب المقاطع الشعرية التي وردت في المؤلف، يشكون حتى في وجود خالق. أصبحوا يحسون بالضياع، يحسون بأنهم وحيدين في هذا الكون. وأصبح الشاعر العربي يبحث ويتطلع إلى واقع مغاير. من الطبيعي جدا، ما هي وظيفة المثقف في المجتمع؟ أنه يسعى إلى التغيير، يسعى إلى أن يكون مساهما في تحويل مجتمعه من مرحلة ركود معينة إلى مرحلة ازدهار. وبالتالي نهض الشاعر العربي الحديث إلى إنتاج تجارب شعرية جديدة من شأنها أن تساهم إلى حد ما في تغيير هذا الواقع العربي الذي كان مريرا، كان
كان يبعث التأزم النفسي في نفسية الإنسان العربي، فكانت تجربة الغربة. وبالتالي إذا طرح عليكم سؤال، ما هي أول تجربة تحدث عنها الشعراء المعاصرون؟ وهي تجربة الغربة والضياع. انتبهوا إلى معاني الغربة والضياع، وهي كلها معاني تبعث الانكسار في النفس والإحساس بالدنيا وبالمذلة وبالهوان، والأسباب قد سبق وأن تعرفنا عليها سابقا، التي تعكس ذلك الإحساس بالوحدة والعزلة. وقد تجلت عند الشاعر الحديث عبر مظاهر متنوعة. تجربة الغربة عند الشاعر المعاصر انعكست في تجارب عدة، في مظاهر عدة، الغربة في الكون، في الحب، في الكلمة، في المدينة إلى غير ذلك، حيث جسدها في بعدها المادي. الغربة في الكون، حيث رسم الشاعر صورة قاتمة له ومثقلة بالظلمة. والغربة في المدينة، حيث جسدها في بعدها المادي الفارغ من الإنسانية والرحمة. وبالتالي كانت تجربة شعرية، أي تجربة الغربة والضياع، تجربة شعرية فضحت الواقع العربي وكشفت عن تأزمه. لكن هذه المعاني سرعان ما دفعت بالشاعر الحديث إلى تحويل الهزيمة انتصارا. قلنا أن الشاعر العربي انتقل من عالم مثقل بالهموم النفسية والتأزم والتخبط إلى عالم آخر يسعى فيه إلى تغيير الواقع، حيث اعتنق الأمل وكان كله أمل في أن الغد سيكون مشرق. وبالتالي هذا هو السؤال عن جواب ما هي أو كيف انتقل الشاعر المعاصر من معاني الغربة والضياع والتأزم إلى معاني الانتصار وإلى معاني الأمل وإلى معاني التجدد. قلنا أن الشاعر الحديث نجح في أن يحول الهزيمة انتصارا وتحويل الموت إلى حياة جديدة. وهنا نتذكر قصائد بدر شاكر سياب، نتذكر قصائد أدونيس، نتذكر قصائد أمل دنقل، وكلها مقاطع تعرفنا عليها في قصص سابقة. من خلال خلق وعي جديد، الشاعر المعاصر كان يحمل وعيا جديدا متأثر بالفلسفات الغربية، بالانفتاح الثقافي إلى التأثر بقصائد شعرية غربية، التأثر بكتابات للكبراء أو لكبار الفلاسفة الغربيين، إلى وعي جديد يرفض الهزيمة والاستسلام وينحو تجاه معاني الأمل والتجدد واليقظة. وقد وظف الناقد، نضع نقطة، أي قد أجبنا على الأسئلة الأولى وهنا نجيب عن السؤال الأخير. وقد وظف الناقد منهجا تكامليا يجمع بين المنهج التاريخي، ولا يجب أن نذكر اسم المنهج فقط، يجب أن نعلل، يجب أن نقدم جوابا مكتملا، منهجا تاريخيا حيث ربط الظاهرة الشعرية الحديثة بسياقاتها التاريخية. في بداية في مطلع كل فصل غالبا الناقد المجاطي ما يقدم أو ما يقوم بتقديم توطئة لأهم العوامل السياسية والتاريخية التي أدت إلى انبثاق تلك التجربة الشعرية. والمنهج الاجتماعي الذي رافق الناقد في جميع فصول مؤلفه، الذي يفسر من خلاله الناقد تأثر الشاعر الحديث بواقعه الاجتماعي. والمنهج الموضوعاتي الموظف في الفصلين الثاني والثالث عندما يتحدث عن معاني الأمل، عن معاني الغربات، الضياع، ويقوم بالبحث لها عن مقاطع شعرية توضحها بدقة، فهو قد سلك المنهج الموضوعاتي. والمنهج الفني عندما درس الخصائص الفنية لهذا الشعر، وقلنا قد درس الصور الشعرية، الإيقاع الشعري، اللغة الشعرية التي تميز بها الشعر العربي الحديث. ننتقل الآن إلى الخاتمة، نكون قد أنهينا العرض وننتقل إلى الخاتمة. الخاتمة كما سبق وذكرنا نعيد التذكير بأهمية هذا المؤلف والمؤلف مؤلف ضمن الساحة النقدية العربية. ختاما يمكن القول، دائما نبدأ الخاتمة بهذه العبارة، إذا نخلص إلى ختام، خلاصة القول، خلاصة التحليل. إن مؤلف ظاهرة الشعر الحديث دراسة نقدية تناولت الشعر العربي الحديث وفق رؤية تجمع بين العلم والفن، العلم باعتباره ناقدا والفن باعتباره شاعر.
ذلك كون المرجاطي يستعين بحسه الإبداعي في مقاربة وتحليل مسيرة هذا الشعر والكشف عن أهم التطورات التي عرف شكلاً ومضموناً. فجاءت دراسته دراسة متميزة بالشمولية، علمية موضوعية وصفية، مدعمة بإطار منهجي متكامل أحاط بهذه الظاهرة من كل أبعادها. وبالتالي تلاحظون على أن الخاتمة هي إعادة التذكير بقيمة المؤلف وبقيمة المؤلف أحمد المهداوي المجراطي. وأتمنى أن يكون هذا النموذج من الاختبار قد قربكم نوعا ما على مراحل التحليل المنهجي للمؤلفات، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله.